مرضى تجيب حول ارتباطها وما علاقة نورمار، شاهدوا المزيد من التفاصيل. سأل صديق أسيلاوي قمر الطائي في لايفهم بالأمس هل قمر الطائي مرتبطة؟ لترد قمر الطائي أنها غير مرتبطة ولا تؤمن أساسا بفكرة الحب. وأيضا سألها كسواني هل ندمت أنها أدخلت شخص في حياتها؟ لترد قمر الطائي بنعم. العديد توقع أن قمر تقصد نورمار، رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ السؤال الثاني يا قمر، هل قمر مرتبطة حاليا؟ لا ولن ترتبط، لأنه قمر طائي لا تؤمن بالحب. يلا مبسوط. هل فات شخص على يعني فات مو ضروري فات حياتك، مش علاقة حب، إنه أي فات حياتك شخص؟ عيد السؤال. هل يعني كيف السؤال بالصاغ؟ دقيقة، عيد السؤال ثاني. ثواني. خلص عمره فات شخص حياتك وطلع منها وخرب لك اياها، يعني مش خرب لك، يعني زعجك فيها بالمده اللي كان فيها هاي؟ قصدك انه حدا تندمت انه دخلته على حياتي؟ ايوه. يوجد يوجد